موعد النشاط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية، والبداية بالعناوين. بايدن يفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، والبيت الأبيض لا يستبعد اتخاذ خطوات أخرى لخفض أسعار النفط. سوناتراك الجزائرية تستعد لاستئناف أنشطتها في ليبيا قريباً، وتسابق فرنسي أمريكي إيطالي مبكر لافتكاك أولى صفقات النفط والغاز في البلاد. صندوق النقد الدولي يعلن عن تعافي الجزائر من تداعيات جائحة كورونا. البلاد تستأنف حركيتها السياحية بعد عامين من الركود. أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء الإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الاحتياطي الاستراتيجي بالتوازي مع خطوات مماثلة لكبار مستهلكي الخام. الخطوة التي تستهدف خفض أسعار النفط لا يستبعد البيت الأبيض أن تتدعم بإجراءات أمريكية أخرى ضمن حرب بايدن لمواجهة أوبك بلس. تفاصيل مع سمية غانم. تتصاعد نبرة المسؤولين في الاقتصادات الكبرى حول العالم بشأن السحب من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية بعد أن عجزت عن الضغط على منظمة أوبك وحلفائها في الدفع بمزيد من المعروض النفطي. وساهم ترسيم بايدن اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي في دفع أسعار الخام إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة وسط ترقب وحذر في السوق لمدى إمكانية تنفيذ الخطوة على أرض الواقع، غير أن ثمة هواجس أن يتحول التلويح إلى فخ تذهب إليه الاقتصادات الكبرى بنفسها وفق محللين، وستدفع ثمنه نظير تحاشي غضب مواطنيها من زيادات الأسعار. فلجوء واشنطن إلى الاحتياطي الاستراتيجي ينطوي على مخاطر رغم تخفيفه صدمة الأسعار، إلا أن تأثيره قد يكون ضئيلا بالنظر إلى الكميات المتاحة أمام إدارة بايدن لاستغلالها في تنفيذ خطوته مقدرة ب60 مليون برميل كحد أقصى. فرغم تراجع أسعار الخام عالميا خلال الأيام الأخيرة تحت ضغط ارتفاع الدولار فضلا عن المخاوف من عودة دول أوروبية إلى الإغلاق العام، إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع وسط توقعات من كبرى بنوك الاستثمار في العالم بتخطيها $100 للبرميل العام المقبل. وتبدو الدول الأخرى على رأسها اليابان والصين حاذرة أيضا في إقدام على السحب من احتياطاتها النفطية رغم نبرة التصريحات المندفعة نحو تجسيدها. وهنا تعكف اليابان بعد رفض هندي مطلق لدراسة شروط وظروف للتغلب على القيود المفروضة على السحب من احتياطاتها الوطنية من الخام. ويبدو أن الضغوط المتبادلة بين أوبك بلس والدول الكبرى المستوردة للنفط لن تهدأ قريباً بالتزامن مع تمسك تحالف المنتجين بضبط الإمدادات لصد تكهنات تخمة المعروض التي أحدثها النفط والصخر الأمريكي، وضغوط واشنطن خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الأسعار فضلاً عن تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد الذي جرفت الأسعار إلى الهاوية في العام الماضي. من جهتها، أعلنت بريطانيا السماح للشركات النفطية لإفراج طواحية عن 1.5 مليون برميل من النفط بالتزامن. تجاهلت أسواق النفط الخطوات الأمريكية المنسقة مع كبار المستهلكين، حيث دفعت أسعار العقود الآجلة لخام برينت بدولارين مسجلة أعلى مستوى لها منذ أسبوعين.
في شأن طاقوي آخر، أعلنت مجموعة سوناطراك الجزائرية عن نيتها استئناف أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا قريباً. بيان عن المجمع ذكر أن وفداً من إطاراتها السامية شارك في فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تحتضنها العاصمة طرابلس يومي 22 و23 من الشهر الجاري. تظاهرة شكلت وفق المصدر ذاته فرصة لبحث سبل مساهمة مجمع سوناطراك عبر فروعه للخدمات البترولية في عمليات تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية في ليبيا. قمة رسمت لسباق فرنسي أمريكي مبكر على صفقات إعادة تأهيل وصيانة المنشآت النفطية والغازية في ليبيا بإبداء توتال الفرنسية العملاقة نيتها ضخ ملياري دولار في مشروع الواحة النفطي بالتزامن مع إعلان طرابلس رفع إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من مليوني برميل يوميا العام المقبل. تقرير سمية غانم. بعد عقد من حرب مدمرة، ليبيا تستشرف الأمان والاستقرار باستئناف كبريات شركات الطاقة العالمية نشاطها. هنا في قمة ليبيا للطاقة والاستثمار يتزاحم عمالقة النفط والغاز على افتكاك أول عقود الاستثمار. دولة ليبيا أصبحت آمنة وأصبحت بالإمكان أن ترجع الشركات التي كانت تشتغل فيها، خاصة شركات الخدمات سواء في قطاع النفط سواء في البنية التحتية سواء في المشاريع المختلفة. وهي حقيقة لاحظنا احنا من بداية حكومة الوحدة الوطنية أن شركات عديدة رجعت، اللي هي تقوم بإنشاء محطات للكهرباء وإنشاء طرق خاصة طريق الدائر الثاني وطرق عديدة في كافة أنحاء الدولة الليبية. استئناف الاستثمار الأجنبي في الحقل الطاقوي الليبي يتزامن مع إعلان طرابلس نيتها رفع إنتاج البلاد من الخام إلى أزيد من مليوني برميل يومياً. نسعى للتشجيع على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتعويض الإنتاج المفقود بسبب الانخفاض الطبيعي من خلال الحفر التطويري وزيادة إنتاج النفط إلى زوز 2,100,000. نوايا وطموحات ضخمة أثارت مبكراً شهية كبريات الشركات العالمية تتقدمها توتال الفرنسية التي وقعت أولى صفقاتها مع السلطات الليبية من أصل ملياري دولار يعتزم عملاق الطاقة الفرنسي ضخها في مشروع الواحة النفطي. تم توقيعها اليوم، هي اتفاقية شركة توتال للطاقة قامت بتقديم مقترح إنشاء محطة كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا على أساس أن يتم البناء ويتم دفع تكاليفها على مدى 25 سنة. محاولة فرنسية متقدمة لوضع قدم لها في ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في إفريقيا، تترافق مع استحواذ توتال على أصول مجموعة كونونكو فيليبس الأمريكية في ليبيا في خطوة ترسم لتحرك فرنسي لإزاحة الوجود الأمريكي من السوق النفطية الليبية. من جهتها تعتزم مجموعة إيتي الإيطالية ضخ أكثر من 10 ملايير دولار كاستثمارات جديدة في مجال تطوير واستكشاف الموارد الطبيعية في ليبيا. المجموعة الإيطالية وخلال مشاركتها في أول منتدى بارز للطاقة يعقد في ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات اقترحت زيادة سرعة تطوير حقول النفط والغاز في البلاد باعتبارها أكبر مستثمر أجنبي في ليبيا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات إضافية تتعلق بمشروع نورد ستريم 2 الروسي العملاق المثير للجدل. وأدرج تقرير لوزارة الخارجية سفينتين وشركة ترانساديريا المحدودة المشاركة في خط أنابيب نورد ستريم 2 على قائمة العقوبات. وبهذا الإجراء تكون إدارة بايدن حتى الآن قد فرضت عقوبات على 8 أشخاص وحددت 17 من سفنهم كممتلكات مجمدة فيما يتعلق بمشروع خط الأنابيب. في شأن طاقوي آخر، تعتزم الجزائر إطلاق
11 موقعاً عبر 6 محافظات لإنتاج 1000 ميجا وات انطلاقاً من محطات للطاقة الشمسية. وزارة الانتقال الطاقوي الجزائرية كشفت عن استكمال الأعمال التحضيرية لإطلاق مشروع سولار 1000 قبل نهاية السنة الجارية، فيما اختار وحجز مواقع ملائمة لمتطلبات إنجاز محطات الطاقة الشمسية على مساحة تتجاوز 4000 هكتار. أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الجزائري يتعافى تدريجياً من تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التي شهدتها أسواق النفط العام الفارط بمؤشرات إيجابية، تأتي في وقت قدرت السلطات الجزائرية خسائر الاقتصاد المحلي جراء الأزمة الصحية بأزيد من 5 ملايير دولار. تقرير في السياق لعبد النور حفصاوي. جائحة كورونا باتت من الماضي أو على وشك أن تكون، هكذا رسم صندوق النقد الدولي صورة لتعافي الاقتصاد الجزائري بعد عامين من الأزمة الصحية. تعافي وصفته الهيئة المالية الدولية بالتدريجي، مع توقعات بتجاوز كلي لآثار الجائحة على النشاط الاقتصادي والتجاري بحلول العام المقبل. مؤشرة إيجابية استندت فيها هيئة بروتون ووردز على تسجيل البلاد نمواً بـ 2.3% خلال النصف الأول من السنة الجارية بعد انكماش قدر بنحو 5% السنة الماضية، إلى جانب تحسن ملحوظ في الحساب الجاري الخارجي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي. تقديرات مريحة تتزامن مع صدور أول الأرقام الرسمية بشأن خسائر البلاد جراء جائحة كورونا المقدرة ب5 ملايير دولار. أظهر الاقتصاد الوطني قدراً كبيراً من المرونة في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم، حيث كرست الدولة ما يزيد عن 298 مليار دينار جزائري كمساعدات مباشرة، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين والعمال الذين وضعوا في وضعية حالة بطالة إجبارية نتيجة للجائحة، وقد بلغت التكاليف المدفوعة، وهذا الرقم نعطيه لأول مرة، لتغطية أجور 5 أشهر ما يعادل 674 مليار دينار جزائري على عاتق الخزينة العمومية. وتتوقع الحكومة الجزائرية نمواً إجمالياً يعادل 4% السنة المقبلة، مع توقعات بتسجيل أول فائض تجاري بنهاية العام الحالي منذ 7 سنوات. في شأن اقتصادي متصل، تنذر عمليات الإغلاق في مواجهة أحدث موجة إصابات بفيروس كوفيد-19 في أوروبا بإضعاف الانتعاش الاقتصادي والتشكيك في الجدول الزمني لتراجع البنك المركزي الأوروبي عن التحفيز الطارئ، إغلاق أثار موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات الشعبية المناهضة بالنظر للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعودة إلى سياسات العزل الحامة. سارة جمات وتفاصيل. شوارع مهجورة، محلات مغلقة، وأسواق موسودة، مشاهد لعودة النمسا لثالث إغلاق منذ بداية الجائحة الصحية، في توجه بدأت آثاره الاقتصادية ترتسم على النمساويين ساعات عن تطبيقه. من نيوزيلندا وأستراليا وصولاً إلى قلب أوروبا، تعود مشاهد الإغلاق العام لتعيد معها تهديدات الشلل التجاري والصناعي وبوادر انزلاق نشاط الاقتصادي العالمي نحو الركود والانكماش من جديد. في القارة العجوز ينذر فرض العزل العام بتفاقم الشكوك بشأن رزمانة تراجع البنك المركزي عن التحفيز الطارئ، في وقت تشير البيانات إلى أن الاقتصادات الأوروبية تواجه أضراراً أقل من الإغلاقات الأولية، إلى أن القيود المفروضة على التجارة والعمل يفاقمان هواجس تعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربة قاسية. في أكبر الاقتصاديات القارة تكافح السلطات الألمانية موجة عنيفة من الجائحة قد تدفع برلين لتحذو حذو جارتها النمسا، خطوة من شأنها خفض نسبة النمو في منطقة اليورو ب3 أعشار مئوية عن التوقعات الأساسية، في حين من شأن تبني باقي الاقتصادات الرئيسية الأخرى قيوداً مماثلة من ترسيم تباطؤ النمو في المنطقة إلى 4 أعشار مئوية.
تكلفة اقتصادية باهظة تتزامن مع معدلات تضخم قياسية تعصف بالقارة منذ بداية العام الجاري، وستكون لها تداعيات اجتماعية وخيمة، فمشاهد الاحتقان الاجتماعي ومناهضة مساعي الإغلاق غزت شوارع كبرى المدن الأوروبية من فيينا إلى أمستردام، منذرة بموجة غضب شعبية واسعة. بالعودة للشأن الجزائري، أعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير في سياق إعادة بعض الحركية السياحية وانفتاح البلاد على الوفود الأجنبية بعد عامين من الركود. إجراءات تتضمن رفع الحظر عن نشاط الوكالات على صعيد السياحة الدولية وتسهيل منح التأشيرات للأجانب. التغطية لنريمان حماني. بعد نحو عامين من الركود، الجزائر تفتح أبوابها من جديد أمام السواح الأجانب باستئناف نشاط الوكالات السياحية وتأطير الوفود والرحلات الاستكشافية القادمة من الأسواق التقليدية. يعني ما نقدموش هدايا باطل، كل اللي نشوفوا فيه راح يكون روتور دانفستيسمون، لما نجيبوا دي تور اوبيراتور راح نرحبوا نفتحوه ونرحبوا به ونساهموا فيه. تعلمونا انه مش الوزاره اللي هي تقوم بهذا الرحلات الاستكشافيه هي تشرف عليها. هنا كقطاع، كاداره، كوزاره، كعضو في الحكومه نرفع كل الصعوبات، نذلل كل العقبات، نفتح كل الأبواب المغلقة أمام المستثمرين من خلال الإجراءات اللي نقوم بها ميدانيا، يكونوا بإذن الله. ويعني الباب مفتوح لكل وكالات اللي عنده دي تور اوبيراتور اترونجي ويشوف باللي راح تعود بالفائدة ليه قبل القطاع، احنا مرحبا به. مسعى يترافق مع إعلان السلطات عن نواياها في تخفيف وتسهيل شروط منح التأشيرات للسواح الأجانب دون التخلي عن مبدأ المعاملة بالمثل. كاين هناك تعليمات اللي أصدها السيد رئيس الجمهورية لو 12 سبتمبر 2021 باش تسهل إجراءات الحصول على التأشيرة. Le visa du groupe, il a donné une instruction ferme et directe dans ce sens. Donc, لما تكون طلب تأشيرة من طرف وكالة جزائرية متعاملة مع وكالة أجنبية من أجل فوج أو مجموعة من السياح يجيو، هنا الأمر راهو بسيط جدا. لكن يجب نتذكر شيء، أنه في العرف الدبلوماسي هناك المعاملة بالمثل. هناك المعاملة بالمثل، يعني ما نقدرش أنا واحد يمنع لي التأشيرة ويطلب لي ملف كذا وكذا وكذا ونجي أنا نسهل من أجل انفتاح سياحي متعدد الجبهات ينتظر أن يتوسع نحو إعادة بعث حركية الاستثمار في المنشآت السياحية والهياكل الفندقية باستقطاب رؤوس أموال أجنبية. احنا هضرنا على لو بارتنيريا بوبليك بريفي، لو بريفي دو ان اترونجي دو دروا الجيريان مرحبا به. احنا كل من يقدم اضافه للقطاع السياحه مرحبا به. تحركات فعلية لإعادة الحركية لأضعف حلقات الاقتصاد الجزائري سيكون مصحوبا بمراجعة جذرية للترسانة القانونية والتشريعية المؤطرة للقطاع السياحي. افتك ميناو الجزائر جائزة الربط بين الموانئ الممنوحة من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. حفل توزيع الجوائز المنظم على هامش فعاليات صالون النقل واللوجستية المتواصلة في العاصمة الجزائرية شهد تسليم الجائزة الثانية الممثلة في أحسن منشأة مينائية من حيث النمو التي عادت لميناء عنابة بشرق البلاد، فيما توج ميناء أرسيو غربا بالجائزة الثالثة الخاصة بأحسن مصدر. Le port d'Algite est connecté à l'ensemble donc des réseaux sociaux, des réseaux donc interconnexion maritime. Nous avons développé des applications internes
qui sont donc d'un très haut niveau, très bon niveau. Nous avons des applications maritimes qui prennent l'ensemble de l'activité, gale l'activité à le port. Elle est informatisée du bout en bout. Nous avons les connexions vers les navires, vers les clients. Nous souhaitons dans quelques temps aller vers le e-payment, Inch'Allah. وردنا على سؤال لقناة الجزائر الدولية، توقع وزير النقل الجزائري عيسى بكاي أن تحدث الموافقة على طلبات الاستثمار الخاصة في مجال النقل البحري للبضائع تغييرا جذريا في مشهد القطاع بالبلاد. يحط الملف ندرسوا الفكرة تاعو النية تاعو ونعطوا له موافقة ويروح يبريباري الملف تاعو. هادو كاع اللي عطينا لهم موافقات مبدئيه على الاستثمار تاعو وعلى نوعيه الاستثمار، ونستناو يحط الملف النهائي تاعو سواء في النقل الجوي ولا البحري بانواعه. خطى سعر صرف الليره التركيه اليوم حسبت 12 دولارا لتسجل ادنى سعر للعمله في تاريخها بعد تخفيض سعر الفائده الخميس الماضي 100 نقطه اساسا. ويرى مراقبون أن تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تخفيض سعر الفائدة زاد مخاوف الأسواق، ما دفع العملة التركية إلى مزيد من التراجع مسجلة أكبر خسائرها هذا العام بفقدانها نحو 60% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية السنة الجارية. انتهت أول جولة إفريقية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على حزمة من الإعلانات والالتزامات تتقدمها نية واشنطن استضافة قمة إفريقية أمريكية لتعزيز الشراكة مع القارة السمراء، خطوة تأتي ضمن مساعي إدارة بايدن لمواجهة توسع النفوذ الاقتصادي الصيني في إفريقيا بإعلان بكين عقد اجتماع رفيع المستوى مع زعماء القارة السمراء بالسنغال خلال الشهر الجاري. تقرير في السياق لسارة جماس. بكثير من الوعود والالتزامات في ضخ مزيد من الاستثمارات تحت ثوب شراكة متجددة، انتهت أول جولة لرئيس الدبلوماسية الأمريكية في القارة الإفريقية، جولة رسمت لمخاوف أمريكية من نفوذ صيني متنام في القارة السمراء، لكنها حملت رغبة واشنطن لكسب أرضية أوسع في إفريقيا. أود أن أكون واضحاً، الولايات المتحدة لا تريد الحد من شراكاتكم مع دول أخرى، نريد تعزيز شراكاتنا أكثر، لا نريدكم أن تختاروا، نريد أن نعطيكم خيارات، نهجنا سيكون مستداماً وشفافاً ومبنياً على القيم. بلينكين الذي دعا زعماء القارة لحضور القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وإفريقيا العام المقبل لم يتوانى على مدار حزمة الخطابات التي ألقاها في جولته الثلاثية من توجيه رسائل مبطنة ومنتقدة للحضور الصيني في القارة السمراء. الاتفاقات مع دول أخرى حول البنى التحتية قد تكون غامضة وقصرية وتغرق البلدان في ديون طائلة وتدمر البيئة ولا تفيد دائما الشعوب التي تعيش هناك، نحن سنقوم بالأمور بشكل مختلف. الرغبة الأمريكية في توسيع حضورها في إفريقيا ترسم آمال إدارة بايدن للسير في مسار مغاير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي لم يخفي ضعف اهتمامه بالقارة. لم تعامل الدول الأفريقية أحيانا كثيرة كشركاء على قدم المساواة، بل كشركاء ثانويين أو حتى أسوأ من ذلك. إننا مدركون أيضا لكون عقود من الاستعمار والاستعباد والاستغلال تركت إرثا أليما لا يزال حيا إلى اليوم. ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تترنح القارة السمراء بسوق يحصي أكبر من مليار مستهلك بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني ونصف تريليون دولار، سوق استهلاكية ضخمة تثير شهية القوى العظمى وكبريات الاقتصادية العالمية. قبل الختام إليكم تذكيراً بأبرز العناوين. بايدن يفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، والبيت الأبيض لا يستبعد اتخاذ خطوات أخرى لخفض أسعار النفط. سوناطراك الجزائرية تستعد لاستئناف أنشطتها في ليبيا قريباً،
وتسابق فرنسي أمريكي إيطالي مبكر لافتكاك أولى صفقات النفط والغاز في البلاد. وتابعتم أيضا صندوق النقد الدولي يعلن عن تعافي الجزائر من تداعيات جائحة كورونا. البلاد تستأنف حركيتها السياحية بعد عامين من الركود. ختام النشرة مشاهدينا، نشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.